أسواق باب السراي، وهذا السوق هو مثل ما ذكرنا هو ليس بسوق، هو ذاكرة، هو يعني جزء من ذاكرة الموصليين وجزء من وجودهم. أسواق باب السراي، الروائح، المكان بينه روحانية أكبر من هو سوق. لكن هاي العودة كانت يعني صعبة جدا، وكانت هي إصرار كبير، وكان أكو قرار اجتماعي وقرار يعني موصل لي على أنه نرجع مو بس المحلات، يرجع المسواق، يرجع المحلات، يرجع التجار. الموضوع كان بينه تضحية أيضا، يعني كثير من أصحاب المحلات ظلوا سنتين ربما ما يدخل بشر باليوم، لكن كان عندهم قرار بأنه يرجعون، وهذا القرار كان قرار هو يعني إذا ترجمته ممكن قرار وطني. إحنا نتحدث عن عودة لسوق لإحياء وليس لتجارة فقط، يعني الموضوع ما كان بس تجارة، وليس الموضوع بس بيع وشراء، الموضوع كان أكو قرار اجتماعي، قرار موصل لي بأن يرجعون أو ترجع هذه الأسواق. في البداية أيضا مثل ما ذكرت كان أكو يعني قرار وعزوف بأنه ما ترجع، منو يرجع يعني، أنت المدينة مدمرة فتفتح سوق. لكن الحمد لله بإصرار محل، محلين، ثلاثة، أربعة، إصرار شار، زبون، زبونين، حملة، حملتين، بدأ يرجعون وبدأ يصير هذا أنا أسمينه حجر الدومينو، يعني نفس مكعبات الدومينو، ناس تدفع ناس. والموضوع كله هو كان مثل ما ذكرنا هو يعني قرار من أهل المدينة، يعني ولا هي متأخرة، بس إحنا بما أنه نوثق فيلم فمبروك العودة. الله يبارك لك، خليك. هذا المحل إيش قد عمره؟ نحن نتحدث عن كم سنة؟ يعني والدي من 55. نعم، يعني قد نحكي على 60-65 سنة، 70. نعم، يعني أنا مع والدي وأنا كان عمري 6 سنوات. 6 سنوات وأنت لي هسه، الله يحفظك. أولادك؟ أولادي بعد. أولادك بعدك إن شاء الله. طبعاً هذا تاريخنا وتاريخ آبائنا وأجدادنا وتاريخ الموصل نفسه. بالضبط. هذا الشيء هو اللي جعلنا أنه شبة نعيد السوق على ما كان وعلى ما شاء الله اليوم.